المواطنين حفاظا لكرامتهم وحماية وصونا لحقوقهم. حضرات السيدات والسادة، الحضور كريم، سعيد اليوم بالمشاركة في إطلاق هذه الندوة من رحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عن الشكر تعويضا هذه الكلية. اليوم ارتأى المجلس الجهوي المفوضين قضائيا بالدار البيضاء تنظيم ندوة علمية برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية بعين الشق، والموضوع اللي تناولناه هو دور المفوض القضائي في تحقيق النجاعة القضائية. وهذا الموضوع نظرا للأهمية ديالو راه استدعينا واحد المجموعة ديال الأساتذة اللي كتعتبروا جهابدة في القانون من أجل تحليل هذه المسألة. لا يخفى عليكم على أن العمل القضائي تشارك فيه عدة أطراف، فهناك أطراف متعددة اللي كتمارس المهن القضائية، منهم محامون، موثقون، وعدول، ومفوضين قضائيين، وخبراء، وفي النهاية هناك السلطة القضائية أو القضاء الجالس بصفة عامة. وبالتالي فكل يدلي بدلوه في هذا المجال، وكل في حدود اختصاصه، وبالتالي في النهاية نستطيع أن نحصل على أحكام كتميز بواحد النوع من التجويد، لأن الأحكام القضائية التي تصدرها السلطة القضائية أو الهيئات فهي ليست تأتي من عدم، ولكن هناك عدة جهات يعني تعمل في هذا الإطار وتحاول أن تجوده، فبالتالي لكي نحصل على أحكام ذات جودة وجيدة لا بد أن يكون هناك واحد نوع من واحد الممارسة العملية لهذه الناس ديال المساعدين القضاء في هذا المجال. دور المفوض القضائي في تحقيق النجاعة القضائية هو دور مهم ويعتبر بمثابة قطب الراحة، فما يمكنش نتصوروا وجود ملف معروض على القضاء خالي من إجراء أو عمل من أعمال التي المنوطة بمهمة المفوض القضائي. ويمكن نقسم هذه الأعمال إلى ثلاثة. هناك أعمال كنعتبرها بأنها هي أعمال أولية، وكاينه هي أعمال يعني كتكون أثناء سريان المسطرة، وكاينه أعمال لاحقة اللي كتمثل في عملية التبليغ والتنفيذ. غنرجعوا لها بواحد النوع من التفصيل. كاينه الأعمال الأولية أو البدائية لتسجيل الدعوى أمام المحكمة. أنا أحيانا والنسبة ديال 70 أو 80% أن المتقاضي قبل أن يلجأ إلى المحكمة يكون في حاجة ماسة إلى البحث عن الأدلة التي تعزز الموقف ديالو أمام القضاء، وبالتالي يحتاج في كثير من الأحيان إلى عمل المفوض القضائي من خلال إجراء معينة أو إجراء معينة أو استجواب، أو من خلال توجيه رسالة أو إنذار أو إشعار إلى جهات معينة. نحن نعمل من خلال كل سنة على عقد ثلاث أو أربع ندوات من أجل القيام بمهمة إعادة التكوين ديال المفهوم القضائي واستمرارية للتكوين، حتى يكون العمل ديال المفهوم القضائي يعني مطابق لما هو قانوني. حضرات السيدات والسادة، الحضور كريم.